طيب، السلام عليكم يا شباب. مشكورا باشمهندسه نيران هتشرح مشروع التخرج. طيب الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا في الكورس بتاعنا قلنا هننهيه ان احنا هنستلم باشمهندسه نيران ان هي هتشرح مشروع تخرجها عشان نتاكد ان في حاجات كتير احنا درسناها، التوبكس المختلفه بتاعت المشاريع اللي احنا درسناها، تمام، والابحاث اللي احنا عملناها، هتلاقي في حاجه اكيد هنشتغل عليها مشروع تخرج. تمام، ففور اكزامبل جبنا مشروع تخرج باشمهندسه نيران على اساس ان هي ادرى واحده دي. ففي فرق بقى بين ان انا اجيب مشروع باشمهندس نيران واعلقه، ما ممكن اعمل كده ان انا اجيب صورته واقول لكم بصوا باشمهندس نيران عامله ايه ونبدا نشرح عليها. وفرق ان هي تيجي بنفسها وتتكلم مشروع تخرج. ليه بقى هي تيجي نفسها وتشرح مشروع تخرجها؟ ان في حاجات مش مكتوبه ومش موجوده في البوستر بتاعها او في الشغل بتاعها، تمام، هي تتكلم عليه. زي اللي اختارت فكره الارض، الموقع اللوكيشن. طب ليه اخترت التوبكس ده او المشروع ده بالذات؟ تمام كده، هو ده اجابته مش موجوده. طب ازاي في يوم المناقشه اتناقشت؟ ما حدش يعرفه، يعني ده مش موجود على الشخصيه، ازاي اتناقشت واتناقشت ازاي وكان الموضوع فيه ايه؟ ده كله الكلام ده مش موجود، تمام؟ طب ازاي حولت المعايير التقنيه اللي هي الستاندرد لمشروع بالشكل ده؟ فقصدي اقول لك ان في حاجات كتير بين السطور، تمام؟ مش موجود، مش تفهمها لو هي نفسها ما شرحتوش. طب كل ده ليه؟ كل ده عشان خاطر اخد البوينتس ديت عندي، وبعد ان شاء الله ما هي تخلص شرح المشروع يعني هنفتح مجال للاسئله، اللي عاوز يسالها اي سؤال تخص اي حاجه هتتكلم عنها، تمام؟ اكتبوا عندك عشان خاطر نساله في ايه؟ اتفقنا احنا مش هنسالها استنى تشرح عشان ما ينفعش نقبل الفكر بتاعها، تمام كده يا جماعه؟ طيب، طبعا بشكرها في البدايه وبشكرها في النهايه على وجودها النهارده وان هي بتشرح المشروع بتاعها. دكتور، اولا انا عايز اشكر حضرتك جدا ان انت اديتني الفرصه دي، وعايز اشكرهم كمان يعني ان هم هيسمحوا لي ان انا اشرح لهم. طيب هتكلم كده في البدايه، احنا كلنا في اركتكتشر وانتوا دلوقتي يعني ما شاء الله شاطرين انا عارفه، فبحس ان احنا كلنا ما عندناش مشكله في الفيجواليزيشن، واغلبنا برضو ما عندوش مشكله في الرسومات. فايه اللي بيميز حد عن التاني؟ اعتقد الاستاديز. في الوقت اللي احنا فيه بقى عندنا الاس دي جيز اللي هي سستينبل ديفلوبمنت جولز، دي اكتر حاجه كل المشاريع سواء في المسابقات سواء مشاريع تخرج سواء اصلا في الريسيرش بنتكلم على الاس دي جيز، ان احنا نعمل حاجه سستينبل وتستهلك كهرباء قليله، نحاول ندخل اضاءه طبيعيه. كلنا بنرجع دلوقتي ان احنا نخلي الحاجه للاجيال الجايه. فمن هنا هنبدا نشرح. دي اصلا المود بورد كلها على بعض. انا ثانيه هجيب هجيب لكم اول أو انا هجيب بقى دي بقى اول حاجه. دي كانت اول بورد. ايه المشروع بتاعي؟ المشروع بتاعي الانوال اكسبو في بورسعيد. ليه انوال اكسبو؟ بورسعيد اصلا معروف ان هي بلد تجاري، وبلد هي مش عارفه انتوا تعرفوا ولا لا، بس هي على البحر المتوسط وفي نفس الوقت قناة السويس، فهي بيمر منها مراكب كتير جدا، بضاعة كتير جدا، أجانب كتير، ودايما بينزلوا يعملوا معارض، بس معارض بتبقى في أرض فاضية أو بياخدوا حتة يعملوا خيمة يعملوا معرض، سواء بقى الناس عايزة تعرض أصلا شغلها، سواء ناس عايزة تبيع حاجات، سواء ناس بتعرض مشاريعها، فكل ده كان بيتعمل. فقررت ان انا هعمل اكسبو في بورسعيد عشان يكون مكان للناس ان هي تعرض الحاجات اللي هي بتعرضها فيها، وفي نفس الوقت احنا عندنا حاجات في بورسعيد اصلا دائمه، يعني معارض دائمه هتكون في الاكسبو برضه. اخترت الارض ازاي؟ اخترت الارض، هي كانت اخترت في اشهر حي في بورسعيد، كان في حته ارض فضاء، يعني هي فاضيه ومش مستغله، واصلا كانت عايز تتباع ولحد دلوقتي يعني، ومساحتها كويسه، وفي نفس الوقت هي على البحر على طول، فهي الاكسسبيلتي بتاعتها كويسه، سواء اي حد جاي من البلد فيقدر يوصل لها بسهوله، في نفس الوقت قريبه من الطريق السفر، فاي حد برده جاي هيوصل لها بسهوله، سواء اللي جاي من البحر ومن المينا هيوصل لها بسهوله، يعني كل ده كل الطرق دي بالنسبه لها ربع ساعه ماكسيمم. فده كان اختيار الارض. ابتدى الاول احط البروجرام، نتكلم على الاكسسبيلتي وليه اخترنا الارض منها وازاي اصلا هنشتغل. في نفس الوقت كان يعني ان هشتغل باني ستايل، قررت ان انا اشتغل بمودرن. ليه؟ بورسعيد بالنسبه لي يعني البلد او السايت اللي انا اخترته مر عليه كذا ستايل بكذا ناس، يعني مر عليه باروك، رينيسانس، مودرن، الحاجات بقى كمان اللي هي عماره ما بعد الحروب، يعني كمان لان بورسعيد حصل فيها حروب وتم تهجير اهلها منها، فانا شايفه ان هي بتستقبل كل يعني كل
الديزاينز، فقررت ان انا هعمله مودرن بما يتناسب مع حاجه الانفايرمنتال عشان يكون هو سستينبل اكتر. طيب الفورم جت منين؟ كان اصلا المتحكم بالنسبه لي اكسبو، انا مش عارفه اكسبو اللي هو مركز معارض، سواء معارض دائمه او معارض مؤقته بتتغير، كانت اهم حاجه عندي السستينابيلتي. فالفورم ابتدى ان احنا خدنا مثلث، بعدين قررنا ان احنا عايزين المعارض الدائمه هتكون في جزء، والمعارض المتغيره لا خلاص مش هندخل الناس في الزحمه، هتبقى في جزء تاني، واكيد هيبقى عندي قاعه عشان بيحصل اجتماعات فبرضه هتكون ليها اكسس لوحدها. فبدانا نقسم الفورم على اساس الاكسسبيليتي، يدخلوا منين ويطلعوا منين، فبس كان بيدخلوا من هنا ومن هنا وكده. او ممكن نعمل زوم، لو عملنا زوم هيبان. بصوا بدانا الاول نقسم الفورم، خلاص عندي مدخل رئيسي، المدخل الثاني، طيب دي هتبقى المعارض المؤقتة، طب المعارض المؤقتة دي عايزين نعملها معارض مؤقتة وقاعة مؤتمرات، طب هنقسمهم كذا معرض عشان المعارض المؤقتة بأحجامها يعني حسب لو في كذا حد عايز يعرض حاجات مختلفة في نفس الوقت، فلحد ما الفورم وصلت معايا للشكل ده. طيب ممكن يا دكتور اللي بعدها عزيزنك. كانت بالنسبه لي اهم حاجتين طبعا الاناليسز، الاناليسز دي كانت هي المتحكمه في المشروع كله، فكان السايت اناليسز الرطوبه عندنا في بورسعيد عاليه جدا، الاضاءه برضو احنا الاضاءه متغيره، فامتى هنظبط، بدات فكره بقى الفتحات اللي جت هنشوفها بعد كده، الشمال والتوجيهات عشان التهويه، لان انا كنت عامله في المشروع كله لوفز عشان تتحكم في التهويه عشان ما نحتاجش تكييفات، في المشروع يبقى سستينبل زي ما قلت لكم الاس دي جيز. بالنسبه لي هنا ده البلان وده سكشن، مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا، مش حاسه ان انا محتاجه اكلمكم في البلان لان انتوا ادرى بيه يعني دلوقتي، ولا انتوا محتاجين اكلمكم في البلان وستراكشر وكده يعني؟ اوكي هو ماشي، احنا اصلا ده كان المدخل بتاعي هنا الباركينج، وده كان المدخل، وبندخل هنا على المين اريا الريسبشن، بعد هنا بعد كده كان هنا عندي زي مش اكسبشن، كان متحف كده لبورسعيد وتاريخها، وبنحكي الستوري بتاعت بورسعيد بطريقه مميزه. بعد كده هنا كانت رومز كده للاطفال، اطفال المدينه بيتعلموا فيها حاجات ليها علاقه بالاي اي، يعني بثقافه المدينه بس من خلال الاي اي والتكنولوجي. وبعد هنا بعد كده هنا بقى كانت الاكسبشنز عندي اصلا اللي موجوده، وهنا بقى كانت اللايبرري، طبعا كان اقل مكان فيه دوشه، يعني كل ده بعد الستادز يعني لقينا اقل مكان فيه دوشه خلاص حطينا فيه اللايبرري، وحطينا فيه الريسيرش سنتر، وحطينا فيه مكان ان هم يقعدوا فيه، مش زي مش فود كورت يعني، بس مكان لو هم يشتغلوا فيه او كده. لا لا هو خلاص ممكن نيجي اصلا اللي بعدها على طول. اللي تحت اليفيشن. اوكي. بعد كده بدأنا بقى نتكلم الستاديز هنا بدأت تظهر، ليه اصلا بدأنا نعمل الاقرم دي؟ كنا عاملين دراسة، كنت عاملة يعني دراسة عن الاضاءة بتيجي ازاي في الساعات المختلفة، فالفتحات دي كانت اصلا من الشمال بتكون اعرض اكبر عشان تدخل اضاءة اكتر وبتقل مع المبنى يعني، وكان في جزء من الفتحات قدام بيفتح ويقفل حسب احنا في وقت ايه وحسب انا بعرض ايه. بعد كده هنا كان طبعا الاكسسبيلتي بدانا نشوف، انا اصلا هو كان اصلا جراوند وفيرست فلور، فبدانا نشوف كان عندي مش سكند فلور، عندي جزء واحد بس مستغل سكند فلور، فبدات اشوف اصلا الاكسسبيلتي هطلع ازاي وادرس السلالم. وكمان كان مهم جدا ان انتوا نعمل حساب السبيشال نيدز، انا بشوف ان ده بيقوي اي مشروع بالذات في مصر، لان سبيشال نيدز برضو هما يعني زي ما احنا محتاجين نروح هما محتاجين يروحوا، فدي حاجة ان احنا نعمل حسابهم. وكمان الطوارئ، فين مخارج الطوارئ، فين السلالم، كل الحاجات دي. بعد كده بدأنا هنا دي بقى كانت الانفيرومنتال ستاديز عن الفتحات بتفتح ازاي وبتقفل ازاي، كل دي حاجات كنت واخداها من الراينو بصراحة يعني، كنت بطلع واخدة السكشنز من الراينو وبدأت احطها. ليه السكلتون ابتدت تعمل معايا كده؟
هي ابتدت تعمل معايا كده عشان في الانتيريور احنا كنا عاملين حاجات من جوه اي اي وحاجات نازله اصلا من السقف، فبدات الحاجات هي اللي تشكل لي جوه انا عايزه اعرض ايه، هو اللي ابتدى يشكل لي السكيلتون بتاعتي بره. ماشي دكتور، ممكن لا لا هنا لا لا هقول بقى اللي بعدها. ابتدينا هنا اشتغلت على برامج. انا قلت لكم ان انا كان بالنسبه لي الاكسسبيليتي من اهم الحاجات، فاشتغلت على سبيس سينتاكس، اعتقد ان انتم تعرفوه صح. سبيس سينتاكس ده بروجرام انت بتدي له البلان وهو بيقول لك الاكسسبيليتي هتكون ماشيه ازاي، ايه الاماكن اللي انت سهل توصلي لها، ايه اللي مش سهل توصلي له، ايه اللي هتحتاجي تفتحيه، ايه اللي هتحتاجي تشيليه. هو بيعمل دراسات عن دماغ، يعني تحرك الانسان، دماغ الانسان بتتحرك ازاي. فبدات من الدراسات بتاعه السبيس سينتاكس اتارجت انا هحط ايه فين. ممكن اعمل زوم على الحته دي بس. هو هنا بص يعني كل حته الاحمر ده كان الوان الاكسس، فانا اصلا قعدت بقى اشيل واغير في الفورم لحد ما خليت ان الحته دي كلها اكسسبل للناس، لان الحته دي هي فيها المدخل بتاع الميوزيوم والمدخل والريسبشن، المدخل بتاع الريسبشن والمدخل بتاع قاعه المؤتمرات والاكسبشنز اللي هي المتغيره، كل المداخل هنا. فالحته دي بالنسبه لي كانت حته مهمه، فقعدت بقى اغير في الفورم لحد ما كلها بقت اكسسبل. بعد هنا ده شرح ستراكشر، يعني هنا بقى مش عارفه كان عندي سلابس اكيد عاديه، كان عندي الفريمز في اماكن معينه، وكان عندي بقى تروسز كتير جدا جوه. ممكن يا دكتور نزوم اوت. هنا بقى ابتدينا اللورز والفتحات واللايتنينج، بدات اعملهم بقى على الانفايرمنتال ستاديز. اشتغلت على انفيمات، هو بقى اللي طلع لي كل حاجه بصراحه، طلع لي الراديشن، طلع لي الشيد اند شادو، طلع لي اللايتنينج، طلع لي الاير فلو في المكان. فبدات انا اظبط، كنا مظبطين بالتايم امتى ده هيفتح امتى ده هيقفل عشان الاير فلو هيكون ازاي، اللايتنينج هيكون ازاي، ايه هيعمل لي شيد اند شادو، عشان الشيد اند شادو اصلا مهم في الاكسبشنز، يعني انت عايزه اصلا ساعات بتعرضي حاجات بالشيد اند شادو. فبس كان كل دول طلعت الدراسات دي كلها من الانفيمات، والانفيمات سهل جدا ان انتوا تعلموه، يعني هما 3 ساعات كده عليه هتعرفوا وهتلاقوا توتوريالز بالهبل هيطلع لكم كل الداتا. بعد كده بقى هنا السكشن، بصوا السكشن عندي باين فيه التراس، باين فيه السلابس بتاعتي، باين فيه التغير في الادوار، باين فيه الحاجات اللي نازله اصلا اللي انا بعرض عليها، وباين فيه اللوفرز عندي اللي هي بتفتح وتقفل عشان الدخول للهواء. بعد كده هنا بقى كان المكتبه والمكاتب والحاجات دي كانت فلات سلاب عادي. برضو ما ينفعش ان انا اهتم جدا بالفيجواليزيشن وبالاظهار وبالستاديز واسيب الاستراكشر، لان الاستراكشر ده هو اللي هيقول لنا انت اصلا معماري ولا لا، انت كنت بتعمل ايه السنين اللي فاتت يعني. فدي كانت من اهم الحاجات. بعد كده هنا بقى بدانا ناخد سكشن للحاجات اللي جوه للاستراكشر يعني بشكل اكبر، بس كمان للمسرح. مش عارفه السكشن بتاع المسرح كان هنا ولا فين. اهو في وقتي، يعني ده من حبه حلوين، كان اللي بيفرق الطالب هو يعني فهم ولا ما فهمش السكشن بتاع المسرح والاستراكشر بتاعه ومداخله ومخارجه والطوارئ بتاعته وهو صح ولا غلط. فده ممكن من الحاجات اللي انا خدت فيها وقت عشان اعمله صح بجد يعني، وتقريبا هو ده من الحاجات اللي خلاني اجيب جريد حلو في الجرادويشن بروجكت. بس يا دكتور استاذنك اللي بعدها. لا خلاص كده. طيب انا في بقى كمان بروجكت عايزه اوريه لكم، الحقيقه ده ما كانش جرادويشن بس ده بروجكت. البروجكت ده من اكتر البروجكت اللي محببه ليا، لان ده ممكن البروجكت اللي انا اتعلمت فيه.
هو كان مشروع ميوزيوم، بس ميوزيوم ويز ستوري، يعني كان هي الستوري هي اللي بتحدد الديزاين. فاحنا كنا شغالين على فورسايت ساعتها، انا فرع فورسايت، فابتدى ان احنا الستوري بتاعه البلد هي اللي حددت لي كل الانتيريور، وبناء عليه ظهر الاكستيريور. ممكن يا دكتور اللي بعدها دراسات بقى، سايت اناليسيس بقى، ايه ما اقولكوش ديكو شايفين هنا بقى. اتعلمت كل السايت اناليسيس، كل السايت اناليسيس اتعلمتها على المشروع ده. كنت هنا لسه بستخدم في الشيد اند شاد وبصراحه السكتش اب وكده، بس بعد كده بقى عرفنا ان احنا نعملهم على الان بي مات. اهم حاجه في قطعه الارض، قطعه الارض بتاعتنا كانت قدام قناه السويس على طول، فدي كانت هي اصلا كانت مكان المتحف. فهم كانوا مشروع اصلا المحافظه كانت طالبه ان هو نحط نعمل ديزاين لمتحف هناك، فبدانا بقى نعمل. بس هنا كمان بقى بدانا كنا بنعمل الحاجات دي، بس كانت على ايكوتكت، كان لسه ايكوتكت برضو بيطلع نتائج حلوه، بس ان بي مات بيطلع نتائج اكيوريت اكتر. يعني لو بتحبوا الهيوميديتي عندنا عاليه جدا ففي بورسعيد يعني، فعشان كده دي اكتر من اكتر الدراسات اللي احنا لازم بنحطها ونعمل حسابنا فيها. بس ممكن نيجي اللي بعدها. دي كانت مقترحات اصلا للديزاين يعني، واحنا كنا بنشتغل جروب ورك، فكان كل حد عامل مقترح، وبعدين بقى بدانا نميكس ونماتش وكده ونشوف ايه اصلح حاجه. بس ممكن نعدي. هنا بقى بنحكي الستوري. الستوري اصلا بورسعيد، مش عارفه يعني انا كنت حكيت لكم الستوري قبل كده، بورسعيد اصلا اتعملت ليه، وبورسعيد جه عليها ثلاث حروب واهلها اتهجروا مرتين. فاحنا جوه بقى ده اصلا اللي حدد لنا، احنا بدانا حطينا بوينت خلاص دخلنا، ومن البوينت دي بدانا نحط اكسل للستوري اللي عندنا القصه، وبعدين بدانا ندخل ونطلع الناس على اساس الستوري دي. يعني في وقت الحرب الناس كانوا بيمشوا، هو اصلا كان وان واي ميوزيوم، انت خلاص دخلت مش هينفع تطلع من اي حته، الا طبعا لو في مخارج طوارئ يعني، بس هو وان واي ميوزيوم هتمشي. في وقت الحرب كانوا بيطلعوا في حتت ضيقه ضلمه تحسسهم بالحرب، فيها الصوت فيها بعيد مش مسموع. وقت الرجوع بعد الهجره الانفتاح، اسمه الانفتاح، بيطلعوا في مكان واسع كبير، بدا ده يشكل لي الفورم جوه اصلا ويشكل لي الاكسسبيليتي بتاعتي جوه. ماشي يا دكتور اللي بعدها. بعد كده بدانا الفورم بره، برضو بدانا الديزاين جوه الانتيرير، هو شكل لي جزء كبير قوي من الاكستيرير. كمان قلت لكم ان احنا عندنا مشكله في بورسعيد في الرطوبه عاليه جدا، فبدات الرطوبه والاضاءه تتحكم لي في الاكستيرير كمان، هنعمل ايه، الفتحات ايه كده. هنا كنا لسه بنشتغل ماكس، طبعا شايفين الفرق بينه وبين مشروع التخرج. هنا بقى البلانز، كان هنا اكتر مكان يعني، هي بلانز كتير جدا، وكل واحد انتوا شايفين بقى كميه الرامب والسلالم والاسانسيرات والحاجات دي، هي عشان الستوري يعني، هي الستوري بقى هي اللي كانت بتتحكم لي في كل ده. وهنا بقى شرح، يعني انا عامله الليفل ده حاطه فيه الستوري بتاعت مين، يعني هنا بتاعت ديليسيبس، وبعدين هنا الامبراطوره اوجيني، بعد كده هنا زينب الكفراوي بتكلم فيه عن الحرب، هنا بتكلم عن محمد مهران ووقت الانفتاح، هنا بتكلم عن السادات، حرب كام؟ 73. بعد كده بقى خلاص مهمه ميش، المنطقه الحره، بعد كده ده طبعا السادات الانفتاح، بعد كده فايزه ابو النجا، ده الوقت اللي احنا كان فيه ساعتها يعني. بس يا دكتور. بعد هنا طبعا ستراكشر بقى، الستراكشر بقى بين ديتيلز يعني، كان كل حاجه السلابس والباركينج والسكيلتون وكل حاجه عندنا. هنا كنا عاملين معادلات على الراينو، بس كنا واخدين راينو مدخلينه ماكس عشان كنا لسه بنبدا، فكنا حاطين المعادلات برضه. بعد كده بقى هنا شروط سعاديه يعني، كده خلاص يعني تقريبا بس. وهنا بقى شايفين دراسات الانتيريور، احنا كمان كنا عاملين كل جزء كل ستوري بنور عشان يوجهك انت رايح للحته دي، يعني النور دي كنا عاملين دراسات للنور عموما، للالوان، الالوان ليها تاثير علينا، يعني الاحمر بيحسسك بالجوع او بيحسسك
بالعصبية كده شوية، الأصفر بيحسسك لا بالهدوء وانفتاح. فكنا بقى في كل منطقة اللي هي بتحكي كل ستوري حاطين لون بيوجهك للمنطقة دي. بس دي ستاديز اكسسبيليتي برضو، ودي كنا عاملينها على سبيس ساينتاكس برضو. هو كان لان احنا كان عندنا شويه لعب كتير قوي في الاكسسبيليتي، فهو كان هو اللي موجهنا برضو بيقول لنا في كل منطقه، يعني انتوا شايفين بقى كل حته لوحدها خالص، فهو كان موجهنا في كل منطقه ازاي اصلا نعرض الحاجه جوه. بس هنا بقى ستاديز بقى بيهيفير، كنا عاملين بقى بيهيفير كونسيدريشنز، لان دي من الحاجات اعتقد دي من الحاجات المهمه هنا برضو. هنا في سمارت بيهتموا جدا بالبيهيفير، ازاي بتصمم، احنا بنصمم عشان الاشخاص مش بنصمم عشان ايه ده الله شكله حلو. فكنا حاطين بقى عاملين حساب الناس وازاي القعدات تكون مريحه ليهم، ازاي هيمشوا، ازاي هيقعدوا هنا، ازاي ده مكان يكون public space مستخدم لكل الفئات، سواء بقى الناس الصغيرة، سواء التين ايج، سواء الكبار، كله يجي وكله يستمتع. بس كده. دي بقى environmental studies، كنا عاملين بقى ال radiation study وال solar analysis عشان الفتحات والفيولز بقى والحاجات دي. ده البورد كلها. احنا ما سمعناش الفيلم المره اللي فاتت عشان احنا برضه هنمر بيه. يوم نشر مشروع التخرج خد وقت قد ايه؟ وايه الاسئله اللي سالتيها؟ عشان برضه هيتعلموا من الاسئله دي. طيب لا هو كان مشروع تاني. بس يوم مناقشه تخرجي اولا احنا كنا مسلمين قبليها بيومين، فكان التسليم بجد في وقتها، يعني اللي ما سلمش في وقتها ما دخلش مناقشه المشروع وقعد السمستر على جراديويشن. بس ده كان عندنا، فانا ما اعرفش هنا الوضع ايه. خدت بالظبط 12 دقيقه، كان المفروض ان هم 10 دقائق بورسعيد. بس الجوريز مش من بورسعيد بس، كان من بورسعيد وسمارت فيلج، كان دفتر سوسايت عندنا. بس انا مش من انا بتكلم، خد بالك يعني مشروع التخرج هو كورس عليه اعلى درجه، وفي نفس الوقت في بعض الاماكن بتدي كمان في الشهاده، وكمان انت هتخش مع لجنه ما تعرفهاش، يعني لجنه جايه من بره ما درستش في المكان، فبالتالي هي والاخر دول اللي تعرفهم، بالتالي انت داخل ما تعرفش دماغهم ايه الناس دي، تمام؟ يعني هل الدكتور اللي هيناقشك ده هل مهتم قوي بالفانكشن بالوظيفه والمخارج والمداخل والستاندرد والكلام ده، ولا مهتم بالمعالجات سواء مخارج صوتيه منفيه انفيرمنتال، ولا مهتم بشكل الكتل، ولا مهتم باللاند سكيب، تعرفش تمام دوت. بالتالي انت بتحط السيناريوهات قبل ما بتخش المناقشه دي عشان تعرف 12 دقيقه، تمام؟ هي الباشمهندس مراد 12 دقيقه، في بعض الناس بتناقش اقل، في بعض الناس بتناقش اكتر على حسب العدد التوتال مع الدكتور قد ايه. طبعا لجنه عشان ما ينظمكش، مش واحد لوحده، ده في ناس بتبص على المشروع وبعد كده تقول لك اتفضل خش. طبعا انت ما بتخش لوحدك، تمام كده؟ يعني انت مفيش حد هيقف جنبك، ما حدش هيساعدك، ما حدش هيدششك، فبالتالي هتقفل القاعه عليك انت واللجنه المعموله. فلو انت ما عملتش بروفة في البيت قبل ما تخش اللجنه ديت تبقى عندك مشكله كبيره. ليه؟ لان في بعضنا بيهاب الموضوع ويخافوا، فيخش ويطلع يبقى ناسي حاجات كان المفروض يقولها. عشان كده المفروض تعمل بروفة اكتر من مره في البيت مع زمايلك مع اهلك، عشان الحاجات اللي انت عاوز تتكلم فيها هتقولها في بروفة، عشان هي نفس الحكايه دي هتقولها تاني بس مع اللجنه، عشان تبقى ضامن ان انت ما تنساش البوينتس المهمه الموجوده في مشروعك. انت مشروعك اكيد فيه ايجابيات في البيت، تمام كده؟ انت الشاطر بقى، انت اللي عارف ايه التركات اللي في مشروعك لما تخش تتكلم بيها هتخلي المشروع يزيد. فالمشروع ممكن دلوقتي صغير طبعا، خد بالك يعني المفروض اللجنه اول ما تبص على مشروعك قبل ما تخش بيديها درجه، بيحطوا درجه بالرصاص. المشروع ده مثلا هياخد جيد، هياخد مقبول، هياخد امتياز على حسب ايه الدرجه اللي هم هيحطوها. وبعد كده اهوت بعد ما كل واحد هياخد درجه لوحده، تمام؟ هما بقى دخلوه. لا اما لما انت هتخش هتعلم درجه المشروع، لا اما المشروع هيبدا زي ما هو زي ما هم حطوه في الاول نفس الدرجه، لما للاسف هتقل. تخيل بقى يعني في بعض زمايلنا لما بيخشوا يا ريتهم كانوا دخلوا، يخشوا قالوا لهم مشروع، يعني المشروع ده كان المفروض هجيب جاي ممكن يسقط او يجيب مقبول بسبب ان هو دخل يتكلم بس جنبه، تمام كده؟ وفي بعض زمايلنا كانوا المفروض يجيبوا جاي جابوا درجه اعلى بكتير من الجاي بسبب ان هو دخلوا وكلموا في المشروع بتاعهم كلام كويس ما كانش واضح في دماغهم معايا. ففكره البروفه وان انت تتكلم عن مشروعك وتبان ثقافتك المعماريه في ال 10 12 دقيقه دول، دي حاجه في غايه الاهميه لازم نهتم بيها، ولازم انت تعمل لها استعداد وتعملها بروفه قبل ما تخش الايه السيمينار ده، وقبل ما تخش الايه المقابله دهيت ان هي موضوع في غايه الاهميه. وخد بالك بعد ما هتخلص تخرج في زميلك هيخش، فلو انت افتكرت حاجه مش هينفع تخش روم 10 سنين في حاجه نسيتها، ما هو مفيش خلاص الدراسه هتتحط وهتسلم لرئيس القسم ومش هشوف الدكتور ده تاني،
فبالتالي الوقت ده هو اللي معاك، هو ده اللي انت هتخش توضح المشروع فيه ايه، وانت عارف التريكات اللي هتزود المشروع، فلما هتقولها تمام انت هتفاجئ الدكاتره، فبالتالي هتاخد اعلى درجه ممكنه، وتبقى انت فعلا اثرت في الايه؟ في المناقشه بتاعتك دي. هنشوف بقى مشروع سمران عملت ايه في اليوم ده؟ يعني هي جايه على يوم المناقشه وما تعرفش هيحصل معاها ايه؟ وما تعرفش مين الدكاتره اللي جايين؟ فهتصرفت ازاي؟ تمام؟ فممكن برضه تتكلم في الموضوع ده عشان الموضوع ده برضه مهم. بص هو اصلا كان الجوررز كانوا خمسه، والخمسه ما كانش ولا واحد منهم انا اعرفهم. يعني كنت اسمع عن ناس من الاكاديميه من اسكندريه يعني، بس كان في كمان ناس من عين شمس وناس من شيراتون وناس من جامعه القاهره، فما كنتش عارف حد فيهم. بس انا ميرون بحب ان انا احضر النقط الرئيسيه عموما في ورقه عشان ما اكونش ناسيه منها حاجه، فاكون حافظه النقط الرئيسيه وانا عارفه يعني قبل ما ادخل يعني يومها اكون كاتباهم عشان اكون عارفه دي النقط الرئيسيه. بس انا عامله بروفه مش مره ولا اتنين ولا سبعه يعني اكتر، ان انا ايه انا هتكلم في ايه في كل نقطه. بس عموما انت يومها في اللبخه بتحتاج ان انت قبل ما تدخل انت اكيد بتكون عارف داخل امتى، يعني بتندى هو بالكشف، فبتكون محتاج ان انت تراجع النقط الرئيسيه عشان تفتكر هتقول ايه. انا شرحت المشروع عادي زي ما شرحته لكم، بس شوفوا بقى المشروع ده كله عارفين كانت ايه الاسئله. الاسئله كانت على الاستراكشر، وبدأنا نشوف الاستراكشر ونتكلم فيه. الأسئلة كانت عن الحمامات، أبواب الحمامات مقاساتها صح ولا غلط، اتجاه أبواب الحمامات، ما انت ما ينفعش تتخرج وانت مش عارف أبواب الحمامات، فوريها لي فين. ده كان في البلان يعني. انا مش الحمامات كانت هنا، هي مش باينه. كانت الأبواب وتوجيه الأبواب بتاع الحمامات صح ولا غلط، ونشوف بقى ونقيس. وكان في دكتور يعني جاب مسطره وقاس الحمامات عشان يتاكد ان هي صح وتوجيهها صح. الاكسسبيليتي كانت بالنسبه لي كانت نقطه قوه، فهم كانت دي حاجه بيتكلموا فيها. لا انا عارفه انا عامله ايه. مخارج الخروج يعني المداخل والمخارج بتاعه قاعه المؤتمرات ومخارج الهروب فين، دي بقى الحاجات. هو يعني خلاص هو متاكد مثلا ان انت عامله ستراكشر، عارفه بتعملي برزنتيشن، عارفه تعملي اناليسيس، خلاص بقى انا هبدا اشوف معاكي البيزك. لان في الزحمه، في زحمه مشروع التخرج، في ناس بتنسى الحاجات دي اللي احنا اصلا دي اسهل حاجات احنا عارفينها، بس في الزحمه بقى ما بتحطيهاش، تنسي تحطي البلوك، بتنسي تظبطي المقاس، فكل الحاجات دي. الحاجات الثانيه اللي هم سالوني عنها الانفايرمنتال ستاديز، الهيوميديتي ونسبها، وبداوا يسالوا انت شغاله على بروجرام ايه. كان معايا بقى حد دكتور يعني من حظي انفايرمنتال، وبدا يسالني على المعادلات وعلى الارقام، وابتدى يحسب يعني بنحسب ونشوف بقى ده صح ولا غلط. بس الموضوع بيكون موتر، بس عموما الشخص اللي بيكون عامل حاجه كويسه بجد او مش عامل حاجه كويسه، حتى لو مش عامل حاجه كويسه بس هو عارف كويس هو عامل ايه. يعني عشان ساعات هما يقولوا لك انت عامل دي غلط، وساعات ما تكونش انت عاملها غلط، في الاغلب ما تكونش عاملها غلط، بس هو بيقول لك عاملها غلط عشان يشوف انت اللي عاملها اصلا ولا لا. طيب انت لازم تدافع عن حاجتك، انت لو انت اللي مصمم ده فانت مصممه عشان وراك كونسبت قوي، فانت لازم تدافع عن الكونسبت ده، ولازم تكون عارف ان احنا اكيد يعني في الجرادويشن كلنا عارفين الستراكشر بتاعنا ازاي، فلازم تكون عارفه ومتاكد منه ودارس الاستراكشر. مش انا هحط ترس، طب وبعدين اصلا ايه يعني هترسمه ازاي، ورسمته دي مقاساته ازاي، وهيشيل كام كيلو، دي حاجات لازم تكون حاسبها، ودي حاجات انا سالت فيها في المشروع. بس يعني مش بس مرات اتكلمت في حاجه في بايت الاهميه، مش هو اتكلمت في حته ان هي ستارت الاستراكشر سيستم، صح دوت. لو هي ما كانتش عامله حسبان الاستراكشر سيستم، عملوا له سكتش 3 دي و2 دي وموضحاه في بلان وفي سكشن وباين ملامحه كمان في الفيجن اسقاطات ليه، ما كانش هينفع تجاوب. يعني كده هي لازم تجاوب من خلال الاوتوماتيك، ما ينفعش تقول انا عامله بس هي مش رسمه، لا ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها انا عامله ومش رسم، بس لازم انا اجاوب من خلال الاوتوماتيك، تمام كده اهوت. وخد بالك الاسئله كلها كانت اسئله لحد ما لها علاقه بالوظيفه، مداخل ومخارج وهروب وابواب وحمامات، مش كده اهوت. يعني واضح الدكتور اللي كان جاي او الصف اللي كان جاي كان مركز قوي 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 في حته الوظيفه، تمام؟ خد بالك ممكن يكون في اخطاء في مشروعك، وده وارد. يعني وارد يكون مثلا سي في ستراكشر ما ظهرش، تمام؟ او ظهر في بلان ما ظهرش في سكشن، خد بالك الدكتور بيطبق.
يعني ده موجود هنا اه دوري في سيكشن وموجود في الديفيجن موجود في 3 دي حقيقه ان هو في الاخر مشروع واحد تمام هو اللي هتلاقي في حاجه منك ما ظهرتش او حاجه نسيتها لازم تعترف بده يعني ما ينفعش انت تجادل في الخط تمام اي مشكله لما انا نسيته انا عارف ان هو اتنسى وانا اتزحمت في الشغل بتاعي لكن انا عارف ان هو غلط ان هو يعني ده نقص المفروض كنت هكمله فبالتالي ان انت تقاوح في الصح ما تقاوحش في الغلط دي حاجه كويسه اهميه ان انت لما تفضل تتكلم كلام وهو مش موجود عندك تمام او انت بتدافع على غلط ده بتقلل من ايه؟ بتقلل من درجاتك من هويتك في الاخر انت مش فاهم كده يا جماعه في بقى حاجه دلوقتي اهميه خد بالك منها شوف باشمهندس مروان عامل بوسترات زي شغل ما شاء الله رهيب وحاجه كده ايه حاجه جميله تمام ها طب اديك بروجرام باشمهندس مروان طبعا كلنا هنمر بنفس التجربه مش هنروح هناخد شهاده على القسم من كليه هندسه قسم العماره الا لما نمر بمشروع التخرج وكمان اللجنه تيجي تقيمنا يعني تمام طبعا في يوم احنا بنيجي متشيكين وشايفينها جميل وحاجه يعني ايه مختلفه عن كل يوم الثاني تمام كده هو فتخيل مثلا باشمهندس مروان تمام او احنا سواء كان ولد او بنت داخل ما شاء الله شكله امور ومهندس خد بالك الاستاذ عمر هيبص لك كده ايه ده معقوله بقى شخصيه جميله دي ظريفه وخفيفه عامل المشروع الكبير ده اشك تمام نفس الكلام لو ولد تمام وعامل الولد ده المهندس شكله جميل ده عمل الدراسات دي كلها وفاهم في كل ده اشك تمام كده هو بالتالي هيفضل يسالك اسئله عشان يشوف انت فعلا انت العامل ده وفاهمه ولا انت عامل جايب رسومات وتقول ان هي بتاعتك تمام كده هو طبعا مجرد ما يحس ان انت مش فاهم وان انت جايب رسومات مش بتاعتك كده خلاص المشروع بينزل هو هيكتشف ان المشروع ده مش بتاع ده فبالتالي ده معناه ان هو دافيت ان ده كده ده جاي بيضحك علينا تمام كده هو فبالتالي هتسقط فخد بالك بس الموضوع ده عشان كده لازم تكون داخل عامل بروجرام بشغلك عارف ايه التركات اللي هتتكلم عليها ايه البوينت الفايت الاهميه اللي انت هتوضحها لهم اللي انت متخيل هم مش فاهمينها خد بالك الاستاف ده سواء كان خمسه اكتر اقل مش قادر المشروع انت فاهم اكتر منهم يعني انت عندك درايه اكتر منهم عشان ده مشروع انت شغال عليه وقت كبير قوي هم ضيوف هم هيجي يبصوا المشروع بقى الاولى مش هيبقى متخيل كل الافكار الكتيره اللي انت عاملها جوه مشروعك خد بالك يعني تمام عشان كده هم هيكتشفوا المشروع معاك يعني الاول هيبصوا له بصه هيفهموه وبعد كده تخش بقى اشرحه عشان يشوف بقى ايه من كلامك هيبدا يسالك من كلامك انت هيبدا ان هو يسالك فمن ذكائك ما تتكلمش تمام في ديتيلز المشروع اول ما تخش اوكي يعني ما ينفعش اجي اخش اقول له ايه بص بقى الهروب من هنا والقاعه دي مش عارف فيها كام واحد طب انت المشروع كبير عريض ما شاء الله في حاجات كتير قوي انت لو دخلت جوه القاعه وبتتكلم كمان في الهروب قابل بقى وظيفه بقى عرض باب ايه طب مسافه السير قد ايه طب التولت مسافه السير برضه بينها قد ايه طب مش عارف انت دخلتهم في الديتيلز دي تمام كده اهو فالشطار بتاعك ان انت ما تتكلمش بتفاصيل انت الشطار بتاعك ان انت تتكلم زوني تتكلم عن قرارات المشروع وتوجيهات وليه الكونسبت جه بالشكل ده والستراكشر سيستم بشكل عام كان عباره عن ايه وتفاصيل دي خليها للاخر لو سالت فيها عشان ما تدريش نفسك فيه رقم اثنين لما تكون انت بتشرح اشرح في رسوماتك مش في رسمه واحده يعني ما تتكلمش على بلان تتكلم في كل مشروع على بلان طب فين السكشن؟ طب فين الاليفيجن؟ طب فين ال 3 دي؟ تمام؟ انت اللي برضه شديت ايديهم دخلتهم على بلان بس وانت عامل مجهود كبير تمام؟ لازم تبينهم هتتكلم مره في بلان ونفس القاعه دي هتتكلم عليها في السكشن بعد كده هتتكلم على الفيجن برضه على القاعه دي الفيجن بتاعها عامل ازاي فانت شطارتك في 12 دقيقه ان انت ما تجيبش الدكاتره من ايديهم وتدخلهم في الديتيل وفي نفس الوقت ما تتكلمش على راسها بعينها عشان انت لو كنت على راسها بعينها هيبقى كل رسومات عملتها دي كانها ما اتعملتش هو مش هياخد باله منها ولا هيفهم انت عملتها ليه واخدين بالك يا جماعه فدي كلها حاجات في غايه الاهميه في وقت قياسي ان انا في 12 دقيقه ولا في 10 دقائق اتكلم في كل ده فدي محتاجه تدريب ان انا ابقى واعي باللي انا بقوله ده تمام كده خد بالك الاسئله اللي استنتجها شفتها ميران دي هتسال فيها يعني هقول لك ليه اخترت المشروع ده تمام وهل ينفع المشروع ده يتعمل في مكان تاني اصل المشروع ده لو ينفع يتعمل في مكان تاني يبقى انت مش ما اخترتش المكان المظبوط لازم المشروع ده ما ينفعش يتعمل غير في المكان ده ده معمول لاهل الناس دي تمام لو اتحط في مكان تاني اتحط بشكل مختلف تمام كده دوت وفي نفس الوقت المشروع ده هو الارض دي بتاعته ما ينفعش اتحط في مكان تاني لان هو اتحط في مكان تاني تمام مش هيخدم الناس التانيين دول فانا عاملها عامل المشروع ده للناس دي في المكان ده معايا يا جماعه؟ فدي سؤال في غايه الاهميه الدكتور هيسالك عليه هقول لك هو مشروعك ده ليه اتحط ليه ما ينفعش اتحط في مكان تاني؟ تمام؟ فرق ايه يعني؟ معايا يا شباب؟ وكل كلمه انت بتقولها هتحاسب عليها يعني هي الباشمهندسه كانت بتتكلم على فكره مثلا السستينابيلتي اوكي؟ كلمه كبيره عريضه طويله لو انا ما اتكلمش على الفكره بتاعتها ان هي فيها ثلاث محاور فيها بعد ليها علاقه بالاقتصاد وبعد ليها علاقه بالبيئه تمام؟ كل ما تحمل البيئه النباتات والاشجار وكل حاجه وبعد ليه علاقه كمان بالاجتماع ثقافه المجتمع وبينتهي من خلال دراسات يبقى انا بهزر يبقى انا بقول كلام وانا مش بحققه في مشروعي وخد بالك ان كل كلمه انت بتقولها لازم يبقى ليها ستادز وكاب بتنعكس على مشروعك لو هو ما لهاش معاك
هيعرف ان انت واحد تتكلم كلام كده وخلاص. ولو انت ما قلتهاش وهو وانت حاططها في دراستك هيفهم ان انت مش فاهم، انت بتديك حاجات وانت مش واعي بيها، مش واعي بيها عشان كده ما اتكلمتش عليها. فخد بالك يعني ايه الموضوع ده، موضوع في غايه الاهميه ان انت تبقى قد الحاجه انت جايبها خلاص، ولازم تبقى انت ماشي معاها. كل حاجه انت جايبها انت بتتكلم عليها في وقت قياسي ومش طالعها، لو جه سالك عليها هتعرف تجاوب عليها. ماشي يا شباب؟ فدي كلها حاجات في غايه الاهميه. انا عايز اقول لكم برضو في بعض الناس يقول لك انا هجيب مشروع غريب عشان خاطر ابقى انا مختلف عن الاخرون، تمام؟ فكنت بحكي زمايلكم في الاماكن الثانيه ان حضرتك بتتكلم مش مشروع تخرج واحد جايب مشروع مطار حربي. اوكي كده؟ مطار حربي مش مطار مدني اللي احنا بنركبه، لا مطار حربي، تمام؟ هو عاوز يجيب مشروع مختلف خالص. طبعا الدكتور استاذ اول ما لغى قدام بص المشروع الاول بقى انت هدوء بقى يا فندم، خلاص؟ اول سؤال سالوه ليه؟ هو انت زرت مطارات حربيه قبل كده؟ اوكي؟ انت هتسال السؤال ده اهو، انت مثلا عملت متحف زرت متاحف قبل كده؟ عملت مستشفى زرت مستشفى قبل كده؟ ده مطار حربي، زرت مطار حربي قبل كده ولا ما زرتش؟ طبعا قلت مش هيسال، مش السؤال مخلص. الله فين بقى مكانه؟ واستفدت ايه؟ وجبت تصريح منين؟ تمام كده اهوت، ومين اللي دخلك؟ هيقول لك كلام فور تفاصيل. قلت لا اتحسبت عليك. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعد كده هو بقى، اتفرجت على مشاريع مطارات حربيه من مسابقات عالميه ولا غيره؟ طبعا الموضوع صعب جدا، ده مطار حربي ده مطار سري، ازاي اتحط في مسابقات عالميه؟ الموضوع صعب جدا. خلاص؟ طبعا هقول له لا. السؤال بقى بعد كده هو بقى، ليك حد جوه مطارات حربيه دخلك او شرح لك ايه اللي موجود جوه؟ طبعا لو قال له اه قال له بقى مين وازاي وفين وقال لك ايه وجاب لك مراجعه على ايه؟ هيعرف كل تفاصيل عشان انت بتتكلم بصدق ولا بتكذب. خلاص طبعا؟ زميلنا قال لنا برضه لا، يعني ولا هو تمام راح زار مطار حربي ولا شاف مشاريع مطارات حربيه ولا يعرف حد شغال في مطار حربي يشرح له المشروع هو عباره عن ايه، فهمت يا جماعه؟ قالوا طب انت اتفرجت على الفيديوهات يعني؟ فيديوهات ليها مطارات حربيه تمام؟ طلع قال لهم برضه لا، ما فيش اساس تصوير مطارات حربيه، فيديوهات يعني تتفرج عليها، لو قالوا له اه هيقول طب اتفرجنا بقى على اللي انت اتفرجت عليه. طبعا في الاخر بعد ما قالوا لا 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 قالوا شكرا اتفضل ان شاء الله السنه الجايه تشرفنا وتعمل مشروع انت زرته وفاهمه، تمام كده هو؟ فدي حاجه صعبه جدا، تمام كده هو؟ فانا هاخد مشروع مش قد ايه؟ ها؟ على غرار بقى ده عكس دوت بقى، انا اعرف واحده زميلتكم، انا كنت بتكلم زميلتكم في القصه ديت، خدت مشروع مستشفى، تمام؟ ليه بقى؟ عشان هي فاهمه المستشفى كويس قوي، مامتها دكتوره في مستشفى، تمام؟ مش شرط انا اخد مشروع مستشفى عشان مامتي دكتوره في مستشفى. معناها ايه؟ هي بتخش، بتعرف تخش، بتعرف تصور، بتعرف تقابل عيانين، بتعرف تقابل الناس الباليين، بتعرف تقابل الاستاف الدكاتره، تمام؟ بتعرف تخش على العمليات، بتعرف تنزل البدروم تشوف الجزء اللي هو بتاع تمام؟ الموتى وغيره. يعني فاهمه كل كبيره وصغيره في المستشفى عشان عارفه تخش فيه، فبالتالي بتشرحه من على فكر من على وعي، هي شايفاه قدام عينيها. فده بيفرق كتير قوي، دي اسمها ثقافتك المعماريه. برضه زميلنا كان مختار بكام مشروع مطار عشان باباه كان شغال في مطار، فمن هو صغير فاهم كل كبيره وصغيره في المطار، فبالتالي بيعرف يجاوب عليه. فلما يجي يسال يقول له انا رحت مطار كذا ومطار كذا وايه جواه كذا وكذا وكذا، تمام كده اهوت. لو انت ما اتكلمتش بالاسلوب ده على حاجات انت شفتها بعينيك ودرستها واتصلت فيها الناس، المشروع بينزل. ليه؟ هتبقى كده عامل حاجه انت مش قدها، انت مش حاسس بيها، تمام؟ خد بالك من حاجه في غايه الاهميه، باشمهندسه ميران اختارت ارض في بورسعيد، ما سالتش نفسك ليه؟ ليه ما اخترتش في اسماعيليه؟ ليه ما اخترتش في القاهره؟ ليه ما اخترتش في اسوان؟ عشان هي اساسا مواليد بورسعيد وعايشه هناك وعارفه مشاكلها وعارفه ايه من الارض اللي بتحقق المطلوب منها، تمام؟ خد بالك في حاجه مثلا بيقول لك رحمه الله انها فقط الموت، تمام كده اهو؟ فهي ما شطحتش، هي ما راحتش راحت جابت ارض غريبه عجيبه في مكان هي ما تعرفوش، ما تعرفش ولا ناسه ولا مكانه ودافع عنه، تمام؟ فخد بالك الموضوع ده اهو، هي اختارت ارض هي فاهمها كويس وعارفه تاريخها، وهي اساسا عشان من مواليد بورسعيد وكمان بالمشاركه في كتير من الجامعات هناك، ففاهمه كل حاجه موجوده هنا. اي سؤال تساله من اللجنه اللي جايه مش من بورسعيد، جايه من عين شمس وجايه من القاهره وجايه من اماكن ثانيه، هتعرف تجاوب، تمام؟ هي قدها، يعني هي عندها معلومات اكتر منهم، هتعرف تقول لهم الدنيا اولها ايه واخرها ايه. فده ذكاء منك، انت لما تختار الارض وتختار المشروع تبقى انت فعلا حاضنه، انت فعلا عارفه، هتعرف تتكلم عليه كلام انت عارفه مش من كتب، انت بتسمع من الناس ومن الخبراء، واللي انت عشان قاطع عارف تاريخ المكان، فبالتالي انت مش مرتبط بكتب بس، انت ده ثقافتك المعماريه، انت واحد مثقف معماري، فاهم يا جماعه؟ فدي كلها حاجات يعني احنا بنحاول ان احنا نوصلها له عشان تعرف ان المناقشه دي في غايه الاهميه مش مرتبطه بكام خط انا رسمته. خد بالك برضو في نقطه في غايه الاهميه، قبل ما انا بشتغل واعمل رسومات قويه، تمام؟ رسومات قويه لازم انا بحل مشكله، يعني كل المشروع ده تمام بيحل قضيه، بيحل مشكله عشان يكون هو في بدايته قوي قبل رسوماته. قوي قبل رسوماته، تمام يا جماعه؟ ان هي عندها مشكله، عندها قضيه بتطرحها، تمام كده اهوت؟ هي خدت المشروع ده عشان تتوافق مع المشكله الموجوده، فتبقى في حل للمشكله الكبيره الموجوده في المكان ده. لو انت مشروعك ده
مش بتناول مشكله بيحل قضيه يبقى مشروعك زي المشاريع الثانيه. خلاص كده دوت ده السؤال هتسالني، هيقول لك هو ايه الفرق بين المشروع بتاعك ده والمشاريع اللي شبهه؟ ها ده مختلف عنهم في ايه يعني؟ فرق في ايه يعني؟ ما هو في منه كتير. خلاص؟ فلو انا المشروع ده مش بيحل قضيه في المكان ده يبقى في منه كتير، فبالتالي ما عنديش اجابه على السؤال ده. تمام؟ لو ينفع المشروع ده اتحط في مكان ثاني يبقى المشروع ده. لو معمول مش للناس اللي هي الموضوع ديت يبقى مشروع ضعيف. معايا يا شباب؟ يبقى انا اجابتي على السؤال ان ده ما ينفعش تعمل في مكان ثاني، تمام؟ ان هو بيحل قضيه الناس الموجوده اهو. معايا؟ عشان كده ما ينفعش تعمل في ايه؟ في مكان ثاني. فدي كلها حاجات لغايه ما هي بلدت نظرك ليها عشان تحطها بعين الاعتبار وانت شغال، لان الموضوع في الاول وفي الاخر مش بس مجموعه رسومات انا بسيبها سكشن وبلان وديفيجن وفريدي، تمام؟ وخلاص جاي ايه اديها للناس عشان خاطر اخد بيها تقدير. لا، من ضمن الحاجات اللي بتقيم عليها وقفتك وكلامك وانت منغمس في الموضوع ولا لا، وفاهمه كويس وقت ظروف مشاريع مشابهه ولا لا، فدي كلها حاجات لغايه التقدير. هو انا افتكرت بصراحه حضرتك بتتكلم ان احنا كنت عملت قاعه في المؤتمرات عشان في وقتها في بورسعيد، يعني دلوقتي انا من اقشام من 6 سنين، فوقتها ما كانش في قاعه مؤتمرات في بورسعيد، ما كانش في عندنا لا مسرح ولا قاعه مؤتمرات. والمكان ده اصلا تجمع الشباب في بورسعيد، يعني الشارع ده يعني المنطقه دي جنب الميناء وجنب البحر، وفي نفس الوقت هي تجمع الشباب عشان هي فيها الخروجات وكده، فعشان كده كنت حطيت الزون بتاع اللي هي قاعه المؤتمرات والمسرح، وفي نفس الوقت خليت له المداخل بتاعته من بره عشان مش لازم تدخل الاكسبو عشان تروح. في الحقيقه ما كانش في اكسبو في مصر يعني، بس في الوقت ده كان بنديزاين اكسبو دبي، فكنت بتفرج على اكسبوز كتير، اكسبو ميلانو، اكسبو دبي، وكنت بشوف 360 يعني عشان اعرف الاكسبوز بتتعمل ازاي اصلا وايه الديزاين بتاعها. وكنت وزرت بقى كل الميوزيمز اللي في مصر بقى، القاهره واسكندريه وكده، عشان اشوف هما بيعرضوا ايه جوه. دي فعلا حاجات مهمه، فعلا من الاسئله المهمه قوي اللي بتتسالوها فعلا. انا لو شلت المشروع ده وحطيته في حته ثانيه هل هينفع؟ هو لو هينفع فعلا فهو مش مشروع يعني، ملوش ده مش قوة خالص يعني. فدي من اهم الحاجات. هو انا عايزة اقول هو لو انا بناقش، فانا من نفسي قلت الكلام ده يعني، انا قلت له عشان كنت عايزة ابين له مثلا ان انا فاهمه كده او ان انا على دراية كافية بالكلام ده، ان انا لازم اعمل بروجكت يبقى بيرفلكت الكونتكست او لايق عليه. هل ده كويس ولا لا؟ اللي ممكن هبقى اللي هو بوقع نفسي او اللي هو بشدهم ان هم يقولوا فيها زي ما بطلت. بصي بالنسبة لي انت المفروض تقولي الكلام ده، لازم تقوليه في سياق الكلام، يعني مش تقولي لهم انا اخترت. هتقولي طبعا انت في الكونسبت هتقولي ان انت اخترتي المكان ده عشان المكان ده فيه المشكلة اللي هي كذا، وانا كان حلي للمشكلة ان انا عملت 1 2 3. على فكرة في ناس كتير قوي ما بتاخدش السايت في المكان اللي هم عايشين فيه، يعني ولا تربوا فيه ولا يعرفوه، بس قصاد ده وناس هنا كتير انتوا عارفينهم يعني، راحوا قعدوا في السايت ده زاروه مش مرة واثنين وثلاثة، لا ده زاروه وباتوا فيه، يعني باتوا فيه اسبوع، قعدوا اسبوع عشان يشوفوا الناس تعاملاتهم احتياجاتهم هل فعلا كده. كانوا بيزوروا السايت الصبح وبالليل في نص الاسبوع في الويك اندز عشان تشوفي ايه اللي احتياجات الناس فعلا، عشان تكوني واثقة من كلامك. تمام. انا سؤال ليو، لو حد عنده سؤال برضه يطرحه يعني، احنا فاتحين الموضوع دلوقتي العرض. بس اي مين، انا مش هبقى عارفه انا هل انا فعلا نجحت ولا لا، ولو انا جاي انا ما نجحتش ايه انا مش هبقى عارفه. ليه انت طول السمسترز يعني هو ممكن يبقى الواحد في دماغه ان البروجكت بتاعه حلو او كده، بعد كده نخش الجوري ممكن يتقال له كلام مثلا حاجات هو ما كانش على درايه بيه او ما كانش واخد باله منها، فا او كمان بتفرق يعني، حتى هنا في الجامعه بيفرق دكتور عن دكتور، كل دكتور ليه المدرسه المعنويه بتاعته. فحاجه زي كده انا اعمل ايه في الجوري؟ انا اقعد انا اتكلم ولا اللي هو انا كده بفهم بس يعني في حاجه انا فعلا مش ببقى عارفاها، المفروض ان انا اعمل ايه جوري؟ لا عادي، لا عادي، شيء طبيعي. انا ممكن طبيعي ان الدكتور يقول لك على معلومه او حاجه انت ما حبيتيش تعمليها او انت ما كنتش مهتميه بيها، تمام؟ فعادي هعترف بيها، هقول عادي ده ما فيهوش اهتمام وكان فعلا المفروض يجيب اكتر من كده، او نظرا دي الوقت فاهتميت بحاجه ثانيه فده كان المفروض هشتغل عليه بس ما نجحتش. يعني في ردود كتيره هتكلم عليها، بس هم اقتنع فعلا ان ده كان عندي نقص، او انا بقى عندي موجود بشكل اخر هشرحه، اقول لا والله يا دكتور اللي انت بتقول ده موجود بس موجود في حته ثانيه بس انا ما كلمتش فيها، موجود هنا وكذا. يعني انا اشرح
مصري او انا ليه عملت كده، حتى لو هم فاهمين انه مش صح، بس لما انا تمام او انا من جوايا فاهمه او كده او غلط، او المفروض ان ده كمان بيكون بيلبي النيدز بتاعت الناس في المنطقه دي، او بيحل مشكله في المنطقه اللي انت مختاراها. زي ما الدكتور قال لازم تكون عندك يعني مشكله حلتيها، نيد موجوده في المكان انت ساهمتي في حلها. دي حاجه مهمه، بس الكلام ده هيجي منين؟ لازم ان المكان، اداره المكان سواء المحافظه او الحي بتاع المكان او الشمال او بتاع المدينه، يكون عنده بيانات يقول لي انا محتاج حاجات معينه، او لو انا اقترحت فكره هبدا اطرحها للمسؤولين، يا جماعه عندكم حاجه زي كده تبقى ولا لا؟ ده المسؤولين دول جهه، تمام؟ برضه المختصين اللي هم زيه جهه، الناس نفسهم اللي قاعدين في المكان دي جهه. انا بلجا لهم من خلال انترفيو بقابلهم، او من خلال الكوتشنير ان انا بعمل معاهم استبيانات، فكل ده مرصوده عندي في الريسيرش بتاعي، ما في ريسيرش قوي اتعمل عشان المشروع ده يطلع، تمام يا جماعه؟ فبالتالي الريسيرش ده هيبقى سندي، هيبقى ظهري، هحطه قدام الشغل بتاعي، عشان لما يجي الدكتور يسالني اقول له انا عملت كذا وكذا، هو الورق هو موجود قدام حضرتك تقدر تطلع عليه. معايا يا شباب؟ فدي كلها هتدي قوه ان انت كلامك كله كلام مصدق من خلال الاوراق والكومنت اللي انت عاملها كتيره اللي بتحطها قدام الشغل بتاعك، تمام كده؟ هو سواء صور انت صورتها، زيارات انت عملتها، مقابلات انت عملتها، استبيانات انت عملتها، ماكتات انت عملتها، شفافات انت عملتها، لوحات انت طبعتها، دي كلها صور بتقولي بتحطها قدام المشروع بتاعك عشان تثبت ان ده موجودك، تمام يا شباب؟ فبالتالي كل حاجه انت عملتها مش هتترمي، عشان هتحتاجها في اليوم ده. هو طبعا في اليوم ده هتذاكر كل حاجه بقى، يعني انت تلاقي قعدت سنه في حاله شغال في المشروع، جزء منه ريسيرش وجزء منه شغل معماري، هتقعد بقى تراجع كل الكلام ده، تمام؟ عشان هتتكلم عليه بس في واجهه، فهيبقى قدام عينيك، قدام عين اللجنه، عشان لو حد فيهم سالك هتعرف تجاوب عليه، تمام كده يا جماعه؟ طيب، مين تاني عنده سؤال؟ اي سؤال يخطر على بالك عشان فرصه باشمهندس مروان معانا؟ باشمهندس هو المشروع، حضرتك عملت ايه السبيشال نيدز؟ كان ليهم اصلا عادات يعني مش متفرقه، بس انا في كل مكان كان في يعني في المكتبه كان في جزء كده اكسسبل للسبيشال نيدز اسهل. كنت عامله لهم جزء، بصي كان في الجيمز والاي اي والحاجات دي، هو كان في فيديو بس للاسف انا ما جبتوش، يعني كان الانتيريور اكتر، كان في جزء ليهم ان هم ازاي اصلا يستمتعوا بالموضوع من غير ما يحسوا باختلاف، فاهمه؟ كان الحاجات اللي بتنزل من فوق مثلا بتنزل في حته اكتر، عشان كان في جيمز للناس اللي هي برايت لانجوج. دي الحاجات اللي انا كنت عاملاها بصراحه. احنا مثلا في البروجكت بتاعي دلوقتي انا كل عمال بعمل بحاجات دلوقتي تفيدني ان انا بقيت اللي هو لا انا عليا ان انا اراعي ان كل سبيس جوه البروجرام بتاعي ده اي حاجه ليها علاقه بالسبيشال نيدز بالظبط. بس الفكره ان وفي نفس الوقت مش هتراعي، بس يعني انت لازم تراعي، بس اقول لك اسهل حاجه ممكن تراعيها ان هو يبقى ليه بلاطه مختلفه، لان في ناس بتكون مش شايفه او مش فاهمه تتحرك ازاي، فليه بلاطه بتوصله، دي اسهل حاجه اكسسبيلتي اصلا. مثل ما يبقاش كل حاجه سيرش ولا بقى بالظبط. لا لا، انت اصلا بتكوني عامله الزوننج وبتكوني حاطه يعني حاطه الزوننج وخلاص عملتي بلان اصلا بسنجل لاين، اوكي؟ وبعدين بتدخلي اصلا، انا سهل شوفي اي وقت ممكن اشرحه لك، وباشمهندسه اماني كمان تشتغل عليه عامله اصلا بيبر عليه. فانت بتدخلي البلان ده على سبيس ساينتاكس، وهو بيقول لك يعني انت مثلا حطيتي الباب هنا وانت حاطه هنا معروضات، فيقول لك هل الناس دي فيجوالي هتشوف المعروضات ولا لا، وكاكسس هيقدروا بسهوله يوصلوا لها ولا لا، الحاجتين دول. فعلى اساسها بقى بتبداي، لا انا مش هحط الباب هنا هحطه هنا، لا انا هوسع الباب، لا انا هضيق ده، لا انا هشيل ده من هنا، عشان كل حاجه تكون. او كمان في كمان ان انت لو حاطه معروضات في المكان بتدخلي ارتفاعها، وهو يقول لك فيجوالي الناس هتشوفها ولا لا. يعني سبيس ساينتاكس ده بتنزليه، ده بروجرام عادي بتنزليه وبتسطبيه، ما بياخدش دقيقه يعني، هو اصلا فور فري وبتشغليه على طول. اكيد راينو و 3 دي ماكس. يكتبوا الكلام ده عشان ما يعرفوش هيبدا يبحث عنه، هيبدا يتعلم.
انيو او واوتوكاد ولا كل بيزك يعني فوتوشوب وانديزاين. انديزاين بصراحه كان بيساعدني قوي في ان انا اعمل الستاديز اللي هي البروجرام ستادي الحاجات دي يعني. انديزاين ده سهل بقى، اسهل حاجه عليه بتفل بس الحاجه اوكي. بعدين بقى اشتغلت بقى في الدراسات، اشتغلت سبيس ساينتكس واشتغلت ايكوتاكت. ايكوتاكت صح. واشتغلت انفيمت، ومن الانفيمت المعادلات بتاع الفتح والقفل بتاع الباتن واللوف دي كانت من راينو، عشان لو عايزينها يعني من راينو. الايكوتاكت بقى بيجيب لك من الايكوتاكت بتدخلي الرسومات بتاعه التراسز وكده، وهو بيجيب لك الوزن بتاع ده هيشيل قد ايه والحاجات دي. ده على الانفيمات برضه دخلي له استراكشر، هو انفايرمنتال بس في حته استراكشر كده بلوجن كده بتحطيه وبيعمل لك بقى بكل دي بروجرامز. بس في بعض الشباب تمام في مشروعها بيجي كده على جنب ويقول ايه البروجرام اللي هو استعملها في المشروع بتاعه، وبيحط الايكون بتاعتها عشان خاطر المحكم بيجي بفهم ان هو في بروجرام كتير هو استعملها تمام دوت. فده برضه في بعضنا بيحب يعمل ده عشان خاطر ممكن برضه يفيد فيه هو ايه البروجرام اللي حاططها الليست دي حاططها في الايه في البروجرام بتاعه تمام. ايه السؤال الثاني برضه؟ حد عنده فيه اي سؤال يفكر كده؟ بصي هي اصلا هي بورسعيد مر عليها احداث كتير قوي، من اصلا ما كانش في بلد اسمها بورسعيد، فهم قرروا ذا ريسبس قرر ان هو عايز يوصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط، فمن خلالها قرر ان هو يحفر مكان. فبورسعيد دي كانت جزء بسيط جدا، بسيط يعني جزء قد الاكاديميه. حتى مسلسل ليالي وجيني كان بينا هم كلهم حاجه واحده ان هو مكان صغير. بس ليالي وجيني هقول لك بقى يعني الاكستنشن بتاعه، بس هو كانت حته صغيره فعلا. وهو بقى كان بيعمل ايه؟ المكان ده اصلا موجود في كتاب وصف مصر، كان اسمه كان بيغرق في الصيف وبيغرق في الشتاء قصدي ويظهر في الصيف بس. فهو ابتدى يحفر، يعني يحفر على القناه، يحفر الارض ويردم البحر عشان يعمل مدينه. فدي اصلا ستوري. بعدين بقى تم انقلاب على ذا ريسبس اصلا، فهم وقفوه الاستانه وقفته، وبعدين عشان الخديوي اسماعيل كان هو اللي ماسك ساعتها، كان عايز يتجوز اخت ذا ريسبس، فكانت مقايده كده ان هو يسيبه ويحفر قناه السويس قدامها ان هو يتجوز اخته. فده حصل، فدي اصلا كان ستوري. الناس كان مات في حفر قناه السويس في بورسعيد بس 120,000، وده رقم ساعتها في الوقت ده، ده احنا في 1859، ده رقم كبير يعني. فدي كانت ستوري. بعد كده افتتاح القناه، افتتاح القناه واوجيني واهميه اوجيني، الامبراطوره اوجيني كانت امبراطوره فرنسا وكان معروف بحب الخديوي اسماعيل ليها، فلما جت بنى لها بيت لوحدها، وهي وبنى لها كنيسه اسمها سانت اوجيني موجوده لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت هي مين اوجيني؟ هي مش مراته اوجيني دي، هو كان بيحبها، دي مرات امبراطور فرنسا. دي اللي هي اتقطع ايديها بسبب ان الشاب بقى خيار عن المنطق. مش فاكره يعني المسلسل بس يعني هي. فهي مثلا مشيت بقى ترمي على الناس عملات ذهبيه فتسمى شارع باسمها اوجيني. فاوجيني ليها ستوريز في بورسعيد، فدي كانت مش الستوري عن اوجيني، لا هي الحقبه اللي بتمثل اوجيني. بعد كده بورسعيد كانت اصلا دوميننت للفرنسيين، ابتدى يجي فيها ايطاليين كتير، وابتدى بعد الحرب العالميه الاولى لما ايطاليا كسبت كانت عايزه تعمل بورسعيد العاصمه الثانيه ليها يعني، عشان هي على البحر والقناه. فابتدى ايطاليين كتير جدا يجوا، فالفرنسويين اتضايقوا، فابتدى يظهر مباني ايطاليه وموسوليني جه بورسعيد وليه صور وحاجات، فده كان جزء كده. فابتدوا الفرنسويين يتضايقوا جدا فعملوا بورفؤاد عشان تكون بلد للفرنسويين. فدي اصلا حاجه. بعد كده الحرب بقى العالميه الثانيه، بعد ما خسروها الانجليز خدوا اماكن الايطاليين وحرقوا في البلد وكده، فدي اصلا كانت حقبه. بعد كده 56 هجوم 56 اسرائيل وفرنسا وانجلترا على بورسعيد،
دي اصلا حرب الاعلام ما اتكلمش عليها، عشان كانت هي حرب شعب قدام جيوش مش حرب جيش، فاتكلمنا عليها. فدي اصلا كانت فتره. بعد كده تم تهجير جزئي للناس اللي في البلد وسابوا فيها ناس. بعد كده الناس رجعت وهجروا بقى ساعتها الاجانب كلهم ما عدا اليونانيين وشويه ايطاليين، الباقي كله اتمنع وجوده في بورسعيد، فابتدوا يطلعوا منها. بعد كده رجعوا بورسعيد. بعدين دخلنا في حرب ال 73، فتم تهجير كل الناس اللي في بورسعيد. فدي فتره، فانت بقى كنت بتطلعيهم بقى وتطلعيهم وتنزليهم وتشيليهم وتحطيهم عشان بقى تحسسيهم بقى بالمعاناه. زي في متحف، يعني في ميوزيوم في المانيا في برلين بتتكلم عن محرقه اليهود وهتلر وكده. هو اصلا انت بتكوني ماشيه حاطط لك وشوش كده اسفنج بتمشي عليها بتطلع صوت صويت عشان يحسسك اصلا. شوفي بقى انتوا كنتوا دفنينهم وهم عايشين وكانوا بيصوتوا ازاي، وبيدخلك بقى في كوريدورز ضلمه. هو ده بصراحه كان الانسبيريشن بتاعنا في البروجكت. يعني إن كان جروب بروجكت. طيب يعني وجود فعلك لو انت قالت يلا فعلك اي حاجه في بعض انت الفورت في المصحف انا موجود، اي حاجه في الفورت في البروجكت او باليوم ده، لو انت في حاجه في دماغك سؤال فرصه تمام اسال اي حاجه. عنده اي خايفه؟ لا طبعا كنت خايفه، طبعا كنت خايفه بس كنت متشيكه طبعا برضه. لابسه دريس وين؟ كنت لابسه دريس بس ما كنتش لابسه هيل. سامحني انا هقول لك حاجه كده. لا كنت لابسه دريس عادي. بس اي سؤال تاني، اي سؤال جه خطر على بالك اساله، فرصه بجنون طبعا موجوده عشان انت هتمر بنفس الموقف اهو. يعني انت شايف او بيت ان هتمر بالموقف ده، عشان كده بقول لك يعني اي سؤال يخطر على بالك حط نفسك مكانها، حط نفسك انت هتمر بالسؤال بالموضوع ده. اسال ها اي حاجه خاصه بالمشروع. انت لو محتاجين اي حاجه يا جماعه في اي وقت كلموني، انتوا معظمكم عندي على الفيسبوك يعني كلموني في اي وقت. كل عام وانتم بخير وصحه وسعاده. طبعا بشكركم وكلكم بشكر باشمهندس عمران ان هي عملت ده. دي حاجه بايت علميه عشان تفهم بس اللي احنا بنشرحه وبنقوله ده مش عشان خاطر يعني نتعلمه وناخد بيه درجه ونقفل الموضوع على كده. لا ابدا. ده هيستمر معاك لحد ان شاء الله مشروع التخرج وبعد كمان مشروع التخرج. ففرصه ان احنا شرحنا او احنا يعني جبنا مشروع كامل اهوت وصاحب المشروع ده احنا نتكلم عليه عشان خاطر نستوعب الحجم عامل ازاي والتفاصيل فيه ايه والسعر ازاي والكلام ده. شكرا لكم يا شباب، انا كنت سعيد ان انا معاكم في السمستر دهوت واشوفكم دايما على خير. احنا توفيق دايما في كل شيء. ممكن نسالك عشان لا يا جماعه ده شكرا ليك يا دكتور.